إذا ارتدى الإنسان نفس الملابس التي عليها الجنابة فلا بأس بذلك، لأن المني طاهر. والراجع عند أهل العلم أن المني طاهر لأنه أصل الإنسان، ولا يمكن يكون أصل الإنسان نجس، هو أصل الإنسان وهو طاهر. وبدليل أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، بتفرك فركا يعني ما بتغسله بالموية، فلو كان نجسا لما أجزأ عنه الفرك، كانت بتفرك من الثوب، وإنما كانت تفركه للتنقي وللجمال والنظافة، ولكن ليس من أجل الطهارة، ليس لأنه نجس، لأنه لو كان نجس ما كان بتفركه، إنما تغسله غسلا، فهو يعني ما بيضر إذا كان موجود في الثياب.